ربنا يخليك. منتخب امبارح يعني فاجأك؟ لا. كنت متوقع؟ اه. يعني انا شايف البطولات المجمعه دي اولا ضد مبدا ان البطل يبان من اول بطوله. البطل بيتولد في البطوله. يعني ما فيش حاجه اسمها كانت الجزائر بطل خرج من الدور الاول. بتكلم عن نيجيريا مرشح رقم واحد ما خرج من الدور الاول. فان انت تتوقع لا انت لازم تعيش مع جو المباريات دي ولازم تبقى مش عايزين بقى نقول الدوافع المعنويه والنفسيه لا انت تعيش في جو المباريات يعني تاخد على الملعب تاخد على الجماهير على الجو على الحر على الفرق اللي انت بتلعبها تقعد تقرا الفرق بشكل كويس تشوف الكوره الافريقيه اتطورت بشكلها بقى عامل ازاي دلوقتي الكوره الافريقيه اتطورت بشكل كويس بيلعبوا زيك ويمكن ده اللي مباراه مصر والمغرب لما الناس بتتكلم على مباراه مصر والمغرب الفريقين بيلعبوا كوره زي بعض عندها هنا صانع لعب صانع لعب عندك بيلعبوا مثلا اطراف بتطير اطراف بتطير عندهم الكرات الثابته بيشتغلوا عليها بشكل كويس هيشتغلوا عليه بشكل كويس اللي عندك عنده لكن هنا تفرق بقى خبرات اللعيبه قدرات اللعيبه الدافع المعنوي والنفسي للعيبه الحافز ان انت تبقى رايح عايز تاخد البطوله والبطل ده لازم يبقى شايف يعني شاف الدرع قدامه شاف الكاس قدامه عايز يروح له هو دي الحاجات اللي بتبقى انت بتشتغل عليها اولا البطولات المجمعه بتخلق لك حاله من الاستقرار المعنوي والنفسي اللعيبه عايشه مع بعض بياكلوا مع بعض مفيش بقى فرق بين اللعيب كبير ولاعيب صغير لا اللعيبه كلها كبيره وكلها هتلاقي كل اللعيبه عايشه عايزه تاخد البطوله الدافع بتاع اللعيبه وتحضير اللعيبه هو الجهري وحسن شحاته نجحوا في ايه؟ كابتن جوري نجح في الانضباط والالتزام ان هو عايز كذا من بلد البلد سندته وقفت معاه عايز اوقف الدوري وقف الدوري عايز استعد عشان اوصل كاس العالم عايز اخد بطوله افريقيه جيل الكابتن جوري لعب كوره احلى ولا جيل الكابتن حسن شحاته؟ هو جيلين بقى يختلف في الاداء يعني انضباطه الجوهري كان اكتر وان اللعيبه رجاله واللعيبه تقاتل في الملعب كان عند الكابتن جوهري لكن المهاره والاداء والحاجات دي كان عند حسن شحاته مين افضل فنيا كابتن جوهري ولا كابتن حسن؟ لا ما تسالنيش السؤال ده ما خدكش الحته دي لا لا ما تسالنيش السؤال ده مش بتاعتك الحته دي لا خالص الاثنين يعني علامات مع انك كابتن ما تعطلش ابدا تيجي بقى في الحته دي والدنيا لا اثنين محترمين اثنين خدموا البلد بشكل كويس طبعا كابتن جوهري يعني انا كان علاقتي بيه كويسه جدا الله يرحمه وعلى فكره كابتن جوهري كنت بشتغل انا وديفيد مكاي هو جه بعدينا على طول وانا بشتغل انا والخطيب في المنتخب جه بعدينا على طول لكن انا ليه الاحترام والتقدير يعني انا شخصيا بحب الكابتن جوهري جدا بجانب بقى انا كابتن حسن شحاته وحسن شحاته حسن عمر اسطوره بقى عمر بقى مع بعض واللي في دماغي في دماغه ونفكر زي بعض وفي التحضير في المباريات الاقامه نقعد مع بعض الاكل بناكل زي بعض يعني عارف حاجه زي انت وحازم كده نصين يعني انتوا مقسومين نصين وانا كنت انا وحسن شحاته كده